على بالكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المنبر إسعافات درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يتسلف درجة ثالثة باش هذه ولياء كل مصلين. أسمي مثل في صدار يسلم ودي يسمى فيرس الخليفة أبو بكر الصديق. يستحان هذه قيمة الدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. يصب ديوث أرفي السناف. سبحان الله. لأن الصحابة غير يخدم ضرام نساء. إناس وزمي هذا أطفال كانيس. إذا قد صب درجة. عمر يحضر أسمي موث أبو بكر الصديق يصب درت مزيوث. سبحان الله العظيم. أبري سيدنا عثمان يروح في السناف يعني دفء الأدب مقارن ظرافة على الحذاقة مش الواجب ولكن ظرافة نعم دي بس العباس هذا الضرب في الساعة مثل في صلاة آخر مهاجر ما كان ظرب دي السيرة آخر من هاجر قدرني رمين يتر قريب سيفا في مسير النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح تغريز في لوكازيو واشكيت أم بعد اسمي سن العباس من قرد العمر في النبي صلى الله عليه وسلم من يسا شوي ذا مقرد شنا ننسى يستحى سنين تم قرأ في النبي ولا ماذا والكان وما يندم قرأ تيت إن يسا الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إحذق تعصح إن يسا الرسول أكبر مني ذي القدر مقر ولكن كني لولاد قفلس الله يا رب الله ثقيل حلقة ثقيل قدر